الفكرة بقى إن أوقات اللي بيوقفني ما بيبقاش حتى أوبستكل ولا سور ولا لا، أنا أوقات بزهق، مش عايزة أكمل المسير، ماليش مزاج، زهق، عايزة حاجة تانية جديدة، عايزة حاجة إكسايتنج أكتر. كلنا كنا مستنيين 2020 تخلص، بعد كده اكتشفنا إن اللي بعدها أصعب، رجوع الحياة لطبيعتها طلع ليه طبيعة تانية خالص، التحديات بقت ورا بعضها. فأنا هكون معاكم كل أسبوع عشانكم وليا أنا كمان، أشارك معاكم مديتيشن كده صغيرة سريعة، وأتمنى أنها تكون بتديكم وتديني أنا كمان كومفورت وأمل وسلام وهدوء داخلي. يلا بينا إلى الأمام. بجد الواحد مش لازم حتى يبقى مثلا ماشي في مسيرة وعنده هدف معين وبيسعى لحاجة، ممكن وأنا قاعدة كده عادي الأوبستكلز بتيجي، لازم حاجة كده تطلع تعكر سلاسة الدنيا. العجيبة أن في لحظتها ببقى شايفاها حاجة سترس قوي، موقفاني، معطلاني، قرفاني، بس لما باجي افتكر حاجات شبهها عدت عليا قبل كده وخلاص بقى حاجات اتخطتها وعدتها، بحس انه دلولة دي ما كنتش اترفعت، ما كنتش نجحت، ما كنتش وصلت، كأنها ما كانتش طوبة ولا صخرة، كأنها كانت سلمة عشان اعرف اعلى. في ناس بتعرف تحول الموقف السلبي لموقف ايجابي، ومعتقدش ان ديت موهبة خاصة عند ناس وناس لا، اعتقد دي حاجة فينا كلنا، بس احنا اللي محتاجين نأكتفها. فيها شوية كده اصرار، عناد، رفض ان مش دي اللي هتوقفني. وفي المواقف دي اللي بيبقى فيها جراءة الرفض، بيبقى الواحد دايما عينه على الحاجة اللي عايز يوصلها وفرقة معاه قوي، فمش هيفرق مع الحاجات دي، لا هعديها، مش option، انا كده كده لازم اكمل. كان في لعبة كده بنلعبها أيام الكلية، نغمض عينينا ونتخيل إن إحنا غابة وماشيين في الرحلة دي، وفجأة قابلنا حيطة أو سور، وكل حد فينا بيقعد يوصف شكله إيه، حديد، طوب، مخرم، كل حد فينا بيبقى بيتخيل صورة مختلفة عن السور وبيفتكس طريقة يعدي بيها الناحية التانية عشان يكمل، مش أوبشن، الجيم مش هينفع تقف. ففي اللي بينط فوق السور، في اللي بيحفر تحتيه، في اللي بيلف حواليه عشان يعرف يعدي، في اللي اصلا شايفه كده كده ينفع يبانش ويكسر حته ويوسعها عشان يعرف يخترقه من النص. الفكره بقى ان اوقات اللي بيوقفني ما بيبقاش حتى اوبستكل ولا سور ولا لا، انا اوقات بزهق، مش عايزه اكمل المسير، ماليش مزاج، زهق، عايزه حاجه تانية جديده، عايزه حاجه اكسايتنج اكتر، وانا اللي بوقف المراكب السايره اصلا، ممكن ما كملش اللي بديته باختياري كمان. فانا اعتقد موضوع الاصرار ده مش بس لما الواحد يقابل حاجه توقفه، لما فكره اصلا يحاول يوقفه. فانا بحس اللحظات دي بغض النظر عن السبب ايه، فرصه ان الواحد يشوف هو فين دلوقتي وعايز يوصل لفين، ويعيد كده تقييم مشواره واهدافه والطريقه اللي هو ماشي بيها عشان يوصل لها. ومصدقه جدا كمان ان ربنا عنده خطه لكل حد فينا، فكده كده مفيش حاجه هتوقفه، ودي حاجة بتبقى مطمئنة جداً في الأوقات اللي بيبقى اللي موقفني حاجة خارجية مش بمزاجي. لا نيأس، من الداخل نتجدد يوماً بعد يوم، المهم نفضل مكملين للأمام دائماً. يا ترى ايه أكتر حاجة فرقت معاكم المرة دي؟ طب ازاي تقدروا تطبقوا الكلام ده الأسبوع ده قبل ما أكون معاكم الأسبوع الجاي بموضوع جديد وتطبيق جديد؟ مستنياكم تشاركوني. Looking forward!